السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. عثر صباح يوم الأحد بموحد السوق المركزية بمدينة مارتيلا على رضيع متخلى عنه داخل كيس وضع قرب إحدى السيارات المركونة بالمنطقة المذكورة. وحسب مصادر محلية فقد لفت بكاء الرضيع داخل الكيس البلاستيكي الذي جرى وضعه بالقرب من عجلة سيارة انتباه المارة قبل أن يشعر السلطات المحلية ومصالح الأمن التي حلت على وجه السرعة بعين المكان. وقد جرى نقل الجنين للمستشفى الإقليمي بمارتيلا قصد إخضاعه للفحص الطبي، فيما بشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها للكشف عن هوية ولادة الجنين وظروف ملابسة التخلي عنها. نشكركم على حسن المتابعة.